السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل بقى الفيديو المنتظر، بقالنا أكتر من شهر ونص بنجهز لليوم ده، بنجهز للعربية دي، وعاملين نعمل فيديوهات متتابعة، يعني مواصفات، رأينا إيه، إمكانيات إيه، ولكن جه الفيديو بقى اللي كل الناس مستنياه، سعر تويوتا بيلتا. سعر تويوتا بيلتا اللي ناس كتير جدا كان مستناه، ناس كتير جدا بتبعت لي انزل اشتري السياس بالاوفر برايس ولا ايه، كنت اقول له استنى تويوتا بيلتا ما نشوف سعرها ايه، ولو اني في جوايا كده كنت حاسس ان مفيش خير جاي من الموضوع ده. فالحقيقه اخيرا يعني الناس بتقول لسه ما انطلقش السعر الحقيقي، ولكن انا بقول لك في تسريبات حقيقيه من داخل التوكيل هقولها لكم النهارده، والعربيه مش فئه واحده، العربيه فئتين، واقول لك على الاسعار بتاعه الفئتين. بس قبل ما ابدا الفيديو ده بطلب من حضرتك فضلا وليس امرا انك تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبعد اذنك اللايك مش بفلوس والله ببلاش، دوس لايك واعمل كومنت على الفيديو، حتى لو هتصلي على حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايز اطول عليك بقى اكتر من كده، يلا بقى بسرعه نبدا الفيديو المهم. في خلال الشهر ونص اللي فاتوا كنا عملنا اكتر من فيديو، كانت الأسئلة كتير جدا جدا بتتسأل، يا ترى أجيب سوزوكي سياز ولا أجيب فيات تيبو ولا ام جي 5 ولا استنى واشوف البلتا أخبارها إيه؟ ناس كتير ما كانتش راضية تجيب البراند بتاع سوزوكي، بتقول أصل سوزوكي مش منتشرة، أصل العربية مش موجودة كتير، وأما فوجئوا إن العربية نازلة تحت اسم تويوتا، قالوا لأ نبتدي بقى نفكر الكلام كده اتغير، وللأسف ده أحد الأسباب اللي خلى التوكيل بتاع تويوتا يحط اللي هو عايزه ويفكر زي ما هو عايز ويضرب حاجات كده منه للسماء اكنه بيسعر مرسيدس ايام زمان مثلا. طبعا بيتكلم في جهه ثانيه خالص والشعب المصري كله في مكان ثاني. فتوكيل تويوتا الحقيقه هو استغل موضوع الاوفر برايس، اما لقى سوزوكي سياز نازل عليها اوفر برايس موصلها زي ما انا قلت الفيديو قبل كده لمعرض جشع ما عندوش ضمير يبيع العربيه ب 300,000 جنيه بالاوفر برايس، لا وهديك، لا لا انا هديك شهاده، انا هديك وصل ان انا بيعالك ب 300,000، يا فرحتي عليك يا اخويا، هتدفع للبلد حقها وتدفع ضريبه، طب وانا، طب ما انا اتاذيت، طب ما انا اشتريت غالي. فالناس قالت لا نستنى بقى ايه التويوتا بيلتا. طبعا تويوتا لقيت بقى الموضوع كده قالت لك هولع بقى الدنيا انا كمان، يعني انا هي جت عليا مكسب لي بقى هبول هبره حلوه كمان. فالحقيقه تويوتا خلاص جابت مصر التويوتا بيلتا، ومش تويوتا بيلتا بس، ده كمان السوزوكي ارتيجا نزلوا منها تويوتا نفس العربية وحطوا العلامة عليها، سوزوكي بالينو عملوا نفس الفيلم وجابوا عربية تويوتا وحطوها مكان البالينو، وهتنزل برضو الفترة الجاية الأسواق. ولكن هيبدأ الأول بالبلتا عشان يشوف كده ويجس نبض السوق ويشوف أخبار الدنيا إيه. الحقيقة من كام يوم قالوا التوكيل أعلن إن هو خلاص يوم الخميس الجاي هيسعر التويوتا بيلتا اللي الناس كتير مستنياها، فناس كتير قالت الحمد لله نستنى. ولكن قبل ما يجي يوم الخميس كان السعر ابتدى يتصرف، هل السعر ده هو فعلا السعر الحقيقي ولا الناس دي بتهزر؟ اتوقع بنسبه 90% ان هو ده السعر الحقيقي، ولكن اللي ما قالهولكش بقى الناس اللي سربت ان في فئه ثانيه جايه، مش فئه واحده بس. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هم هينزلوا بالفئه العاليه، دي اول حاجه، هيعرضوا العربيه تويوتا بيلتا الفئه العاليه. وبعدها بشويه هيقوموا منزل على حسب بقى ايه المبيعات بتاعه العربيه دي، يعني هم هيرموا سعر. الناس ابتدت تشتري والناس جريت على العربيه، هيقوم صاعرين بقى الفئه الثانيه بسعر برضه زي ما هم عايزين. ولكن حصلت تسريبات بقى من جوه التوكيل. التسريبات دي بتقول ايه؟ بتقول ان تويوتا في بيلتا جايه في فئتين. الفئه الاولى اللي هي فاضيه يعتبر، يعني ما فيهاش جنوط، ما فيهاش مثبت سرعه، ما فيهاش كاميرا خلفيه، ما فيهاش شاشه، في حاجات كتير ناقصه في العربيه كده. الفئه دي ما فيهاش فرش جلد. الفئه دي يقال ان هي خلاص هم اتفقوا ان هم هيسعروها بسعر 261,000 جنيه. تخيل كده الرقم، عربيه هي السياز بس فاضيه خالص، مجرد عليها علامه تويوتا، هتنزل ب 261,000 جنيه، دي الفئه الاقل من العربيه. طيب لما 261,000 جنيه الفئه الاقل من العربيه، امال يا سيدي الفئه العاليه هتسعرها لي بكام؟ خد عندك بقى المفاجاه يا باشا، الفئه العاليه من العربيه ان نازله كامله طبق الاصل من سوزوكي سياز، يعني التوازن الالكتروني الاي اس بي اللي الناس كانت مستنياه مش موجود برضو في العربيه، الامام بتاعها اي بي اس اي بي دي 2 ارباك بس، مفيش توازن الكتروني حتى، يعني حتى ما هنش عليهم يحطوا التوازن الالكتروني في العربيه. طب اتسعرت بكام بقى يا باشا؟
ب 291 ألف جنيه. الكلام ده بجد، الكلام ده بجد. وأنا كان شايف إن هما كان لازم هيعملوا كده. ليه؟ أما السوزوكي سياز التاجر بيبيعها ب 300 ألف جنيه، أنت متخيل ب 300 ألف جنيه؟ لا والأكتر من كده بقى كمان، إن الناس بتشتري، يعني أنا فوجئت إن الناس موافقة. بيقولوا له ماشي يا عم 300، هتديني وصل، هتديني وصل ب 300؟ أيوه يا فندم أديك وصل ب 300. 300 ألف جنيه وإداله وصل والناس اشترت. فأنت عايز تويوتا تعمل إيه؟ عايز تسعرها بكام؟ اما سلوك المواطن نفسه مش فارق معاه السعر. طب انت مش فارق معاك السعر، ما في ناس معهاش، في ناس محوشه دم قلبها عشان تجيب عربيه، واما ربنا يكرمها وهتروح تجيب، تقوم انت شايل الاوفر برايس تخلي الدنيا تولع. طب خد يا باشا عندك تويوتا نزلت بلت الفئه العاليه ب 291 ألف. انت فاكر ان انت هتاخد 291 ألف وتروح لتوكيل تويوتا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. 291 انا عايز تويوتا بلت، هيقول لك اتفضل اركب وامشي. مفيش الكلام ده يا باشا، هيقول لك احجز يا فندم، هتستلم بعد شهرين او ثلاثه باذن الله. طب ما في عربيات، احنا شايفين الكساحات عماله تجيب في عربيات. لا لا، العربيات دي هرميها في المعارض حبايبي، هرميها في المعارض. تعال بقى للمعرض. السلام عليكم. وعليكم السلام. في تويوتا بلت يا باشا؟ اه يا باشا في. السعر كام؟ السعر 320 الف جنيه. ليه يا عم 320 الف جنيه؟ دي ب 291 يا باشا. امال انا اكل عيش ازاي؟ 29 الف جنيه اوفر برايس على العربيه. العربية ب 330 ألف جنيه. يعني توقع كده إن أنت بتروح تشتري، يقول لك يا باشا عايزها دلوقتي 330 ألف جنيه على الترابيزة، خد. ليه يا عم؟ طب تعالى بقى أقول لك 291 ألف جنيه أوعى تركب تويوتا بيلت. أنت تخيل إن السعر ده يركبك رينو ميجان. تخيل الميجان اللي هي أفضل عربية سيدان في الوقت الحالي، في الأوبشن، في الأمان، في الأداء، في الثبات، في أداء الموتور وأداء الفتيس، عربية كاملة متكاملة. تخيل ان السعر ده يركبك اول فئة من العربية دي. يعني انت تسيب العربية دي وتروح تركب دي؟ طب بلاش يا عم، سيبك من الكلام ده، تعالى كده تعالى اقول. تخيل السعر ده يركبك فيها التيبو. او الله، يركبك فيها التيبو مرتاح. السعر 291 الف جنيه تركب فيها التيبو. طب رأيي ايه، اركب فيها التيبو ولا اجيب؟ لا يا باشا اركب فيها التيبو، ما تجيبش التويوتا بيلت. طب عايز رأيي الافضل، اركب يا باشا الميجا، ما تجيبش ولا دي ولا دي. طب الحل ايه؟ الحل الوحيد ان محدش يشتري العربيه دي بالسعر ده. اه شركه تويوتا شركه كبيره، شركه محترمه، نزلت عربيه كويسه ونزلت عربيه عشان تنافس، بس برضو يعني احنا الشعب المصري مش للدرجات، يعني هتضحكوا علينا يعني؟ ما تنزلوهاش بدخلها في 300 الف جنيه. طب يعني انا اقول لك على حاجه، خليني معاك للاخر. 291 الف جنيه اسيب سوزوكي سياز اللي هي ب 200 حاجه و60 الف، واروح اجيب تويوتا بيلت اللي هي نفس العربيه بس الفرق العلامه. يعني انت كده بعت لي العلامه بتاعتك ب 30 باكو لوحدها، انت سعرت علامتك على العربيه ب 30 باكو لوحدها. انت عارف 291 الف جنيه دول يركبوك في المستعمل حاجات توب التوب. تخيل كده يركب، انا هعمل لك بقى فيديو واقول لك 291 الف جنيه يركب ايه مستعمل. والله اللي هعمل لك فيديو كده وهقول لك كل العربيات المستعمله اللي مش هتتخيل ان انت تركب العربيه دي بالسعر. اه بسعر التويوتا بيلت هتركب عربيات مجرمه ب 291 الف جنيه. انتظر الفيديو ده قريبا، ومش عايز اطول عليك اكتر من كده. في اخر الفيديو ده عربيه من خمسه تتسعر، حاسس انها تتسعر بنفس السعر، وطالما رموا الكعب ده يبقى سعرها بنفس السعر، او حتى ممكن 291 285، محدش يشتري. بص بقى نصيحه نهائيه في الفيديو ده عشان تخرج من الفيديو ده فاهم كل حاجه. تويوتا بيلتا فئتين، الفئه الاولى افضل سعر ليها هي 220 الف جنيه، الفئه الثانيه 275 الف جنيه. اشتري اكتر من كده بجنيه ما تستاهلش وما تشتريش. مش عايز اطول عليك بقى اكتر من كده. جمعنا الله واياكم في جنه عرضك عرض السماوات والارض. ما تنساش تدوس لايك وتعمل كومنت وتشترك في القناه، اشترك في القناه. يلا بقى مش عايز اطول عليك. سلام عليكم.